بس ما ادري شو اللي هو الجهاز الاكسجين. اول شيء صوت بروكو برضه صوت ما انتبه. اول شيء لازم تفهم شنو الريسبيراتوري ممبرين، هو المكان اللي راح تعمل فيه جازز. اسمه الريسبيراتوري ممبرين مكون من هاي الست طبقات ما بعرف سته موجوده. اذا نبلش من الانسان راح نلقى اول شيء الفلويد ثاني دي افيلس اللي وياه السيرفكتنت، بعدين راح نجي نشوف النيوموسايتس، بعدين راح نشوف البيسمنت ممبرين مال النيوموسايتس، بعدين انترستيشن تشو. هسه اكو ناس يقول انترستيشن تشو بالباثولوجي ما موجود، لا موجود بالنسبه لنا، مو فك معلومه مشكله هذه يعني موجود ولا ما موجود، بالضبط اي شيء. وراح يجي البيسمنت ممبرين مالت الاندوثيليوم بعدين الاندوثيليوم، يعني من هناك عندي ال بي ال اي بس نطلع الماوس. من هنا عندي ال بي ال اي ومن هنا عندي بلاك، فالجاز اكسشينج راح يكون اكروس ذيس ستراكشر، ذيس ستراكشرز، هذا نسميه الاسبارتي ممبرين. شلون تنتقل اللايزات من يحكمها؟ يحكمها قانون فيكس، فيكس، ليش فيكس؟ لانه وقت يصير ديفيوجن، شوف يا شباب الترانسبورت اكو عندنا ديفيوجن مسمين ديفيوجن سمبل ديفيوجن فاسيلتي ديفيوجن اكو ترانسبورت اكو ترانسبورت اللي تيصير بالعبر مالت الغازات غاز اكسشينج والغاز ترانسبورت يصير سمبل ديفيوجن. من سمعت كلمه سمبل ديفيوجن تروح على قانون فيكس. قانون فيكس هو يحدد لك شلون تيصير الديفيوجن ريت، يعني ايش قد تيصير نفاذيه، ايش قد حجم الغاز اللي يعبر ايش قد راح تحكم هاي العوامل اللي راح احكيها. هذا قانون فيكس، فيكس لو اوف ديفيوجن، تقول في غاز يعني فوليوم اوف غاز يعني ديفيوجن ريت يعني ايش قد غاز يعبر خلال وقت محدد، الكميه كميه الغاز اللي راح تعبر تساوي ايش قد الديفيوجن كوفيشنت معامل النفاذيه اللي نرمز له بالحرف دي مضروب في السيرفيس اريا مساحه الغشاء اللي راح تعبر تحترقها مضروب في البريشر جريدينت فرق الجهد العفو فرق الضغط بين كفتين الممبرين. على شنو؟ على فتنس الفتره وين باطل؟ بدنا نفهم العوامل هذول شنو تعريفهم؟ خلينا نفهم العلاقه بيناتهم شنو؟ دول الثلاثه موجودين بالبصل اذا يتناسبون الطبيعي ويا الفوليوم ويا الديفيوجن ريت. الوحيد اللي يتناسب عكسيا هو من هو الثكنس مثل ما تشوفون ثكنس. راح نمشي على اول واحد اللي هو علاقه الديفيوجن كوفيشنت. ديفيوجن كوفيشنت العلاقه الطبيعيه شنو الديفيوجن كوفيشنت؟ الديفيوجن معامل النفاذيه الديفيوجن كوفيشنت هو بالضبط شنو؟ كميه التشابه الكيميائي بين جزيئات الغاز اللي راح تعبر والممبرين او الوسط اللي تعبر منه. كل ما اكو تشابه كيميائي اكثر سواء بالصفات بالحجم كل ما النفاذيه تكون احسن. الى معنى ثاني يعني الذائبيه السوليبلتي مالت الغاز كل ما الديفيوجن كوفيشنت اعلى، يعني اذا قارنا بين مرتين واحده A واحده B الديفيوجن كوفيشنت مالت A اعلى من B، معناته شنو؟ معناته هذه قابله للذوبان بالممبرين فتخترق بسهوله اسرع من B. اذا كل ما يزداد الديفيوجن كوفيشنت كل ما تزداد السوليبلتي كل ما يزداد الديفيوجن. على اساس انه قارن ثاني اكسيد الكربون ويا الاكسجين ويا كربون مونوكسيد راح نشوف الكربون دايكسيد. راح نشوف الكربون دايكسيد، الكربون دايكسيد تقريبا 20 مره اسرع من الكربون دايكسيد تقريبا 20 مره اسرع من الاكسجين. والاكسجين 1.27% اسرع من الكربون مونوكسيد. هذا الدي كملنا ديفيوجن كوفيشن ويا مركزين بعض لو لا لو ايش بس يلا. العامل الثاني المساحه السطحيه، المساحه السطحيه للممبرين كل ما المساحه السطحيه مالت الممبرين اكثر كل ما معدل النفاذيه يكون اكثر. فمثال سريري مثلا عندك امفيزيما، امفيزيما ايش يصير؟ عندك ديفرنت البيولاي، ديفرنت البيولاي كلها راح تفقد الوول مالتها اند ذي كوالس راح تتهم بساق واحده بس تصير. فبالمحصله النهائيه السيرفيس اريا مالت الارسباتي ممبرين قلت. اذا تشوفون هذا الدايجرام جوا بعض هذا من هنا يشير عليه الماوس هذا النورمال الفيلس، نورمال الفيلس ساق تشوفون ديفرنت مالتيبل الفيلاي. بالابتزيم ايش راح يصير؟ يصير ديستركشن اوف ذا بيلر وول، يتفلش البيلر وول ويلتحم كلهم سوى يسوون ساق واحده فقط. بالمحصله النهائيه السيرفيس اريا قلت. من قلة السيرفس يعني الديفيوجن ريت يقل، إذا تشوف البيشنت بالإمفيزيما شو يصير عنده هايبوكسيا، ليش هايبوكسيا؟
لا الاكسجين ده يخبط ولا الكربون ده يخبط. العامل الثالث هو بريشر جريدينت. طبعا هذا ملكين من عندنا. اذا عندك بالنص ممبرين وفي عندك باللفت سايد والرايت سايد، من هنا يكون عندي بريشر ومن هنا عندي بريشر. كل ما ازود البريشر جريدينت على فكره تكون ملاحظه انا مكاتبها بنمشي بالريسبيراتوري فيزيولوجي من كل كونسنتريشن اوف غاز تركيز الغاز نقول ضغط جزيئي. ضغط جزيئي يعني شنو؟ اذا عندي ثلاث اربع رايسات اي بي سي اي دول كلهم كانوا كونتينر وقيس الضغط يقول الضغط 100 بار مثلا. هذا رقم اعتباطي اغلب الارقام داعشيه بس حتى اوصل الفكره. الضغط 100 بار لقينا التركيز كتركيز اي غاز اي كان يقول 80%. اذا 80% من هذا الضغط ب 100 بار يعني 80 بار مسؤول عنه من هو؟ مسؤول عنه غاز اي. اذا تقدر تقول الضغط الجزيئي يعني غاز اي اذا عزلته على سطحه وخليته بكونتينر ثاني راح يعطيني قيمة الضغط ايش قد؟ 180 80. اذا نقدر نقول الضغط الجزيئي 80. الضغط الجزيئي كانما ضغطه في حاله لو نزلته واحد تمام؟ بديل كلمه التركيز ما نحتاج نقول كونسنتريشن. عندي ممبرين بالنص انتوا هذا هذا الممر يمثل ممبرين وهناك عندي غاز وهناك عندي غاز. هذه الصفحه شو تمثل؟ هذا صفحة مثل الداخل كامل مريض. إذا مثلا كشعر الأكسجين، الأكسجين تركيزه بالإنفيا لاين أعلى لو بالكلاب. بالإنفيا لاين وأنا أحتاج أكسجين. فإيش بده يصير؟ تركيز الأكسجين بالإنفيا لاين أو الإنفيا لاين سايد أعلى فراح يصير بريشر جريدينت موجود بين الأكسجين بالإنفيا لاين في الدماغ. بين الكربون دايكسايد، الكربون دايكسايد بالأول موجود صفر، المفروض هسه المفروض. الكربون دايكسايد موجود صفر تقريبا ما تقولش في الديجيمون تقريبا 3% تقريبا ما بتاكد من الرقم بس بالبلاد تجي تركيز الكربون دايكسايد اعلى هسه عوفك من الرقم فانتو جيت البلاد عندكم الكربون دايكسايد اعلى من الانديا الاريا اعطوا بريشر جريدينت لو ماكو اعطوا بريشر جريدينت منو الاعلى؟ البلاد. ايش راح يصير النت موفمنت من البلاد للانديا بس مخلص الحكي. الحركه تعتمد على البريشر جريدينت وهذا مبدا فيزيولوجي يعني ما يحتاج نتوقف عنه معروف يعني. العامل الاخير يمكن التكنس واتفقنا التكنس لانه موجوده بالمقام فهي الوحيده تكون تناسبها عكسي. مثلا واحد عنده رايز ليفت سايد الهاد فيلر ليفت سايد الهاد فيلر ايش راح يصير بالهايدروستاتيك بريشر؟ شوف انا امثل الهارت اوكي نفس الوقت عندي اوتبوت ادز للتشو وعندي انبوت اطلب من التشو. اذا انا فيل اذا انا فيل لا دا اقدر ادفع ولا دا اقدر اخذ الحالة البريشر تتوقعون اللي بهذا السايد شو يصير فيه؟ يزداد ولا يقل؟ يقل. اللي رايح تنتشر ما دا ابغى اخذ له ما اخذ له فوليوم يطلع من عندي مضبوط فالبريشر راح يقل. بينما هذا السايد فين السايد يصعد من صعد البريشر البين السايد راح يطلع الموتر موجود بالبلازما فيقدر يجمع تنتشر واحده من سوء الحظ مكانات يتجمع بها التشوف والقلب اللي عندها نفسها. القلب اللي بيها مي بيها مي. ولا شلون يبرى اكسجين من مكان الى مكان؟ اكسجين بالهواء، شلون اوصل للدم؟ غير اول شيء دوبة في الماء، بعدين عبر البلازما اللي يما كذلك مي. بس كمية المي بين البلاس راح تزداد. لذلك شو راح يصير بالتكنس مال الممبرين؟ يزداد. بالمسافة اللي يطرحها الغاز راح يصير اطول فالديفيوجن راح يقل. لكن شوف البلمونر عندنا عندها هايبوكسيا وهايبرتاكتيا. الفايبروسس نفس الشيء تليف رئوي فضل فضل عليه كل هذا هذا من عوامل بابا يجي من الام سي كيو يجي طبعا الديفيوجن اوف اوكسجين راح نشي هسه على نفاذيه الاكسجين بكل بساطه. الاكسجين تركيزه شوفوا بعض تركيز الاكسجين هسه تقريبا هذا الرقم بدي احكيها قريبا للواقع هسه الاكسجين التركيزه هسه بالغرفه 160 ملم مركوري حلو تنفست جيت وصلت للبيرس قبل ما يصير التبادل الغازي طفيت للبيرس حطيت عينه اكسجين راح عندي الاكسجين قل الى 104 او خلينا نقول 100 وين راحت هاي 60 بس شغلات خلت الاكسجين يتخفف هل تركيزه لما نقول تركيزه يعني ضغط جزيئي وياي بابا لا صفر فيلم على صفر الخوف هو انا نفسته مره 160 اخذت نفس بديت لي 5 سم من البيرس لقيت 100 60 ملم مركوري وين راحت؟ اولا من دخلت الهواء ما دخل اكو بخار مي لوس ماكو بخار مي اكو لكن هذا شغل كونتكتيف زون ترطب المنطقه فضافت بخار مي بخار المي جزيئات من طاقه الهواء استنشقت قل تركيز الاكسجين زين انت استنشقت هواء فريش
قبل السايكل وقبل الهواء غاز اكو ثاني اكسيد كربون بنتظر يطلع وهذا هم خفف. والشغله الثالثه انت من اخذت الاكسجين الاكسجين راس سليم فوق راس سليم عبر الممبرين مين تضعي؟ لذلك هاي ثلاث عوامل تخلي التركيز يختلف. مره ايش قد 160 جوا في الانترنت ايش قد تقريبا 100 عليك السلام. وقال بابا ايش نقدر نسوي؟ بابا قال لك الصوت مش بيطلع بس احكي بس الصوت هذا ما حد لازم يتوقف. اذا اتفقنا انه بقلل التركيز شوف اذا التركيز هسه بالالبيل بس الالبيل ارجع عليكم انتم مره ثانيه بالمثلون الالبيل هسه انتم تركيزكم 100 بينما انتم بالبلاد تركيز الاكسجين عندكم تقريبا 40 شنو الكافيين من ترجع لكم؟ مين راح يبر اكسجين؟ مين وين؟ تاكسي هاي هذه صوره اعطيك اياها تمثل هذا الحكي اللي نسميه الاكسجين كاسكيد كاسكيد مثل ما تشوفون شلون الشلال ينزل المي من اعلى الى ادنى الى ادنى الى ادنى نفس الشيء اذا ناخذ هذا المخطط راح نشوف بالاتموسفيريك اير هذا تركيز الاكسجين تقريبا 160 نجي للبيلا قل الى 100 نجي للاتريس قل الى 96 لحد ما نوصل ان الميتوكوندريا اقل شيء. ليش هذا التاسكيد يعني هذا التنازلي؟ هذا حد سهل حركه الاكسجين من منطقه ضغط اعلى الى منطقه ضغط اقل. ثاني اكسيد الكربون شلون يصير الانفاضيه مالته هم يعتمد بالدرجه الاساس على الفرق بالباشر بريشر. ايش قد اكو عندي مثل ما تشوفون هاي الصوره هاي الالفيولس اللي ثاني اكسيد الكربون تركيزه بالالفيولاي 40 ملم مكتوري. بينهم بالبلاد من داخل الاتيريال اند، الاتيريال اند يعني بومنر اتري من داخل الكربون دايكسايد 45. فاكو فرق بالباشر بريشر اكو 45 مقابل 40. منو الاعلى؟ البلاد. فراح يعطي كربون دايكسايد من الالفيول بس حتى يطلع ويطلع البلاد صافي مصفر. واضح الشغله؟ من افتهمنا الديفيوجن هسه خلينا نفهم بشيء قد ياثر على الديفيوجن او ياثر على الجازز على وظيفه الرئه مالته اللي هو الديد سبيس. شنو الديد سبيس بكل بساطه؟ وير ذا جازز ار نوت اكسشين يصير تبادل غازي. الديد سبيس اكو ثلاث انواع عندي. اكو هو الله خلقه هيجي ماكو حويصلات ماكو الفيلا يصير تبادل غازي. اذا شبه هو موجود باي منطقه رب الخالق سبحانه وتعالى بدي ارتيلس نسميه ديد سبيس النوز الماوث التريكيا البرونكاي اذا يقول نسميه ديد سبيس بس وش ديد سبيس هذا هنا كيميكال تشريحي اللي هو حجمه تقريبا 150 سي سي 150 ملم او الدكتور ربع سنتي ديد سبيس هنا كيميكال داش. اما اقول هو ثلث التايدل فوليوم تايدل فوليوم مش قد هو يدخل بالنفس الواحد نجي عليه المحاضره جاي ان شاء الله. تفضل بقى تفضل. واما الثلث او اقول لك كل باوند او كل كيلو لو فكر بالقانون نضيع المايكروفون نمسحها في المحاضره. كل كيلو جرام يعادل 2 ملل من الهواء، يعني لو وزن الشخص 70 كيلو جرام انا ترجم ديد سبيس مالتي ايش قد ضربها في 2 تفضل بقى يصير 100 ايش قد يصير 140 ملل. هذا انا ترجم ديد سبيس. الثاني شنو عندي؟ عندي الالبيلا ديد سبيس. شنو الالبيلا ديد سبيس؟ مثل ما تشوفون بعض هذا الدايجرام هذا يمثل لي كل الكوندكتيف زون مجرد تيوبات هو توجي هواء ما له اي علاقه بتبادل غازي. شكو هواء موجود بنصه بنسميه ديد سبيس. اوكي مش ديد سبيس انا كيميكال تايم. تشوفون هنا اكو البيلس هذه الفانكشنال البيلس المفروض يجيها بلاد ويجيها هواء ويصير جاز اكسشينج بحيث يكون البلاد دي اوكسجينيتد ويطلع اوكسجينيتد. بينما انا بشوف هذا اللي هنا ابسط شيء او حتى هذه بشوف هذه ما يوصل لها بلاد. ليش؟ اكو كلوت فالامضغه الساده اوكي هذه ما يوصل لها بلاد لانه بلاد بريشر قل ضغط الدم السيستم قل فالبريشر الدم اللي راح للنك قل من عنده فيقل الجريان مال الدم للنك. بالحالتين اكو هواء اكو فنتليشن اي اكو زين اكو بلاد اكو بيرفيوجن لا ماكو يصير تبادل غازي لا مستحيل لانه لازم اكون عندي شرطين لازم هواء ولازم الدم بما انه واحد منهم ما موجود مسك هذا بعد ما يصير جاز تشينج من ما صار جاز تشينج الهواء اللي دخل وتعب الحديد دخلت بالنفس استفاديت منه لو ما استفاديت؟ ما استفاديت اذا كان داخل منطقه ما فيها جاز تشينج يعني كانما از اف ذير وير نو البيولاي بنسميه ديد سبيس. اوكي وش تايب اوف ديد سبيس از ذس؟ هذا نسميه البيولار ديد سبيس. نورمالي المفروض هسه صار عندنا كم ديد سبيس بابا؟ كمان؟ عندي البيولار المفروض البيولار قليل جدا تقدر تكون نجليجبل اقدر ما احسبه اذا جسمك طبيعي ما في شيء. اذا جمعت لنا تمتر مثل هذا الستايل
ده ما كده انا تعمل كده باور ده الفير ده السبيس راح يطلع ما يسمى عندك اما توتال ديد سبيس توتال كلي المفروض هذا جدا قليل بحيث تقدر تعمله فبالنورمال فيزيولوجي الاناتوميكال يساوي الفيزيولوجي بس اذا صار باثولوجي مثل نيومونيا ونيومونيا ماده قيحيه وصارت داخل الفيروس يصير فيها تبادل غازي بيصير تبادل غازي اذا الهواء اللي بيدخل الفيروس ده استفاد منه لا ما استفاد منه انا صار عندي البلد ديد سبيس فبالنيومونيا لا تختلف الحسبه خاف يجي كم سكيو anatomical dead space equals physiological dead space and كذا وكذا وكذا تتفقى in normal situation the pathology ما يصير شيء افتهمنا الفكرة مع dead space افتهمناها شو التأثير الجاذبية عليما على الventilation التأثير الجاذبية هذا هناك كلمة زادة بابت في المحاضرة بمسحوها بكتب في الفيس نسيت شيء يعني هذا pressure on and build assets هذا كلمة on and build assets شيلوها شباب بكل بساطة إذا أنت نايم ما في عندك تأثير جاذبية على جسمك ماكو مشكلة لأنه كلها ذا سيم ليفل من الجرافيتي بس إذا توقفنا وقفنا ستاند أب أو سيتنج راح يصير المناطق شوف بس جاوبني يقول لي ياخذ ياخذ دم أكثر إذا قسمت اللنك إلى ثلاث مناطق ومنطقتين واحدة أباف واحدة بلو من الفاصل بيناتهم الهارت المناطق العليا مالت اللنك تاخذ بلاد أكثر لو أقل 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 إذا الديفيوجن جو أعلى لو فوق أعلى حلو والهواء فنتليشن الفوق اعلى ليش يا كفره ليش يعني قصدك الهواء مثل الهيليوم مثل الكارتون اللي في الفاقه هو نفسه صدر وقام فيها نفس الدنسيتي لا ليش الهواء فوق اعلى فنتليشن اعلى لا الفنتليشن على الديفيوجن اثنينات الفوق اقل ليش اولا تاثير ما يسمى بالوزن مالت اللنج اول تاثير راح نحكي تاثير الجاذبية على الجلد الاساس انتبه لي على هذا اللام اول شيء انتبه لي على هذا قبل ما احاول استايل تشوفون هذا اللام تشوفون الجلد اللي فوق فضل بقى والجو بالنص والجو تشوفون السايز مالته من الاكبر اللي فوق هسه خلينا نفهم هذه ليش اكبر او قبل ما نفهم هذه ليش اكبر اذا هاي تمثل الجرافيك دور مال تمه له قيمه واحد طابق تمه له قيمه واحد ما اخذ الجرافيك دور يعني يشيل اكثر الفوق لو الجو لو لو البنص لو جوا من يشتكي من يروح يجي من الثمن قيمة أكثر الفوق لو جوا الفوق حلو إذا قلت لك هذه مو بدور هذه علاجية خلينا نقول لا وهذه يعني المفروض ما واصل تقريبا 75% من حجمها الفعلي انتبه الفوق واصل 75% ثلاث أرباع حجمها الفعلي يعني إذا أريد أوصلها لحجمها الفعلي إيش قد أربع لازم أضيف لها بعد ربع هذه واصلة 50% من حجمها الفعلي هذه واصلة 25% من حجمها الفعلي هسه إذا درسناهم هذه قياس ثلاثة فوق أو النفقات ثلاثة فوق إلى 100% من حجمها الفعلي من راح يصير شيء هواء أكثر هسه؟ جو لأنه أوريدي فوق هي أوريدي منفوخة ما راح يجيب هواء إضافي مثل كنا أنت ماخذ قدرية مليانة للنص ما راح يعطيك قدرية كاملة راح يعطيك نص وصلت هسه ليش هاي الفوق كبيرة؟ منو خلاها تكبر؟ أنا مدرب إذا تنتبهوا لبعض أولا تأثير وزن اللنك شلون يعني هذا اللنك إذا قسمناها ثلاث مناطق تخيلوا شوفوا واحد واقع بالمنحدر مع الجبل ولا سبيلة بعد كم بتصير كم وش حتى ما يوقع وصاحبهم كم وش فيه وصاحبهم الثالث كم وش فيهم ثالثهم منه أكثر واحد ما كل واحد يقسم أول واحد إذا وزن الاثنين شل بيدي نفس الفكرة بابا هذه أول واحد أول مقطع منه شل بيها مقطعين الوسط والجو كلهم يزحموها فإذا وزنها 600 جرام وقسمناها إلى ثلاث مناطق كل واحد 200 جرام نشوف هذا المقطع اللي هم مشدين عليه يزحموه 400 جرام أوكي بينما هذا بالنص 200 فقط يزحموه لأنه هذا الجو اللي متصدر عليه لذلك هذا الفوق شو يصير ينمط أكثر لذلك بإذن الله أكبر أكثر هاي واضحة السبب الثاني لا الانترا بلورال بريشر تشوفون فوق أعلى من الجو ليش؟ اللانك تخيلها مثل العجينه حلو هذا مثلث يمثل الشيست بول واللانك نايمه بهالشكل من هديتها كعجينه بالجو الطعنه مالتها راح تتفضح صح ولا لا؟ فتنقطع على الشيست بول بينما فوق شو يصير؟ تحاول تبتعد عن الشيست بول وياي
لما نبتعدت عن الشيست وول والشيست وول منها بيدي روحه يتنه تجي من النار. The pressure of nose مالتهم يزيب مون نيجاتيب لو لس نيجاتيب. مون نيجاتيب. لكن فوق راح تلقاه سالب ماني ونص. الجو اللي يصير هي اللي تتفلطح هيجي sitting and resting حتى يطلع. وبدت رجليها انه يسرع. فهي تضغط مو تبتعد عن الشيست وول. شو يصير البريشر؟ مون نيجاتيب لو لس نيجاتيب. لس نيجاتيب لذلك تلقاه تقريبا سالب واحد ونص كل ستايل. الفات كل ما تريد تنزل من فوق دي جوا 35 سنتيمتر كل سنتيمتر تنزل فيه من فوق لحد جوا كل سنتيم تنزله يضيف لك موجب 2/10 ملم مركوري على الثرابلور بريشر يعني فوق سالب 8.5 نزلنا 35 سنتيم اضربها في كوانتيتي يطلع 7 موجب 7 سالب 8.5 زاد 7 يطلع سالب 1.5 اللي اريدك هسه تفتهمه شنو؟ وين الانترابيولر بريشر اقوى؟ فوق لو جوا؟ فوق فوق اقوى مور مور نيجاتيف اذا الترانس كومبونر بريشر تاكون فيري بابا لا هاي يا دام تدوخ هاي حقا تدوخ دورنا في سمعتك قاعد احكي بس عندك سرنجات الاثنين راح نخلي سرنجه منا هم 10 سي سي وسرنجه منا هم 10 سي سي حلو؟ وياي وخلينا فضوهم الاول بالنص هم ال 10 سي سي قبل ما سحبناها سي سي وهذا سحبناها 10 سي سي وخلينا الضوء بالنص وشلنا ايدينا من اللي راح يسحب الضوء؟ جاوب من اللي يسحب الضوء اكثر؟ ال 10 اللي سالب 10 قصدي لو سالب 2 هسه غير الجواب من صفر بوجهي الله لك بابا ويانا عايش لبعدك سالب 10 اذا حسب الدعائي ينحس بها الاقوى عجيب هسه بس انطبنا على قد عقلي هسه بالدعائي ياهو الاقوى اللي سحب سوى الاكشن سحب اكثر ولكن يعني داجي وياك بس بالمجال داجي وياك اللي سحب منه هسه سالب 10 فانا اقدر ادعي اقول سالب 10 از فور ساكنج بريشر مثل الارثماتيك الارثماتيك بريشر يسحب هذا تير من عندك بس نفس الوقت يقدر يقول لا هذا كان بوشنج بريشر نوت بولينج لذلك انت تقدر تقول سالب 2 اقوى تقدر مثل هيدروستاتيك بريشر صح ولا لا؟ اذا هذا ما راح يفرق بابا انت صح وانا صح كلنا صحيح الفكره وين؟ تدوخ انه اذا يابا اذا تقول لي مور نيجاتيف تقدر تقول اقوى اقدر اقول اقوى مثل ما دعائي اني هذا كله كتب موجود ترى ما حد يحل لك اياها اتحداك اذا جبت مصدرين تكون على هذا الحشو حتى يا ما تمشي على رجلك نعم باعتبارها ست دقائق ترى حرك مدة متواضعين ليش تخرج متواضعين خر هسه كمل استاذ بلا زحمة عليك عملت الصراحة يا ما ترى هو كل ما فوق نيجاتيف يعني لس شنو جريت لس نيجاتيف يعني اقل ايوه يا ما كل ما فوق نيجاتيف كل ما قليل هسه كمل تكتشف مزتين حوالي هسه وياي بابا هسه وياي الترانسفورمولر بريشر اللي هو الستندنج لو كلار سيت ستندنج انا جاوب وين الناسين منو بيكم يقرأتو الفوق الترانسفورمولر بريشر اعلى لو جوا الترانسفورمولر بريشر اعلى فوق اذا من الستيشن اكثر فوق لو جوا فوق اذا من المليانة اكثر حجم اذا دخلنا هواء جديد منو تصير هواء جديد اكثر فوق لو جوا جوا اذا من الفنتيليشن بس جوا لو فوق جوا اذا البرفيوجن جوا احسن والفنتليشن جوا احسن اوكي واضح بس طبعا تاثير الفنتليشن اقل من تاثير البرفيوجن اللي جاي على المحاضره الجايه وصلت وصلت انا بلا 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 انا طلع عليكم هذه هي النقاط شو الفرق بين البلمونري سيستميك سيركيليشن اللي نفع جديدا البريشر مالتها لا شباب شنو الفرق السيستميك عن بلمونري سيركيليشن؟ اولا الديستنس اساسا السيستميك سيركيليشن اطول لذلك لما المسافه اطول يحتاج مور بريشر او ليس بريشر؟ مور بريشر بينما البلمونري ماكو هذا الهارت للهارت اللاك راجع تحت الهارت ما بيها ديستنس لذلك ما احتاج بريشر قوي فاحتاج بريشر اقل من احتاج بريشر اقل احتاج شو اسوي؟ اقلل الريزستنس حتى يطلع نفس الفلو لانه يعني خمس لترات لازم تروح للليفت تطلع خمس لترات وراك لازم تطلع خمس لترات بما انه اتفقنا البريشر اقل الريزستنس ما احتاج اقل
قدرت فراشيا وريزستنس بدي تقل لها في الفلنر السيركيليشن. واخو فالنقطه مهمه انتو الفيرنس وانتو تمثلون الفيرنس البلاد اللي جايتكم وبلاد هابت جاي او قبل ما نقول الفيرنس انتو تمثلون تشو كذلك انتو تمثلون تشو هسه انت بلاد جايتكم وبلاد جايتكم اذا هذا التشو صار في هاي بوكسي شو اسوي حتى اعوض؟ البرانش اللي رايح لهم شو يصير فيه؟ تعليش هذا اذا صار في بوكسي راح يعطيني كاربون دايكسيد يعطي اسيد يعطي بوتاسيوم يعطي اي بي بي دي يعني شنو؟ بيعاثر على الوقت البصري مثلاً في هاي نتائج الاحتراق هذا اللي يقول هني جن عليه كآتري اسوي دايليشن حتى يجيب له مونكا اذا انتو الفيلس وانتو كذلك الفيلس وواصلكم كل واحد البرانش مال البلاد اذا صار عندكم هاي بوكسي انتو البلد اللي راح لكم راح يتخلص هذا فرق هذا نسميه شنو؟ نسميه بلمونري الهايبوكسيك فازل كونسبكشن ليش؟ حتى البلاد ما اصرف عليكم انتم اوريدي ما تشتغلون اروح احاول اعمل ناقطه ثانيه شغاله تمام؟ هذا فرق مهم هذا يعني المكان تقريبا الوحيد بالجسم اذا صار فيه هايبوكسيا راح يصير فازل كونسبكشن وهذا الصورة اتوقع هذا الشيء شوفوا من بداية عندي 3 البيلات ديفرنت البيلات طبعا هذا كل واحدة الاكسجين مالتها يختلف هذا حجمها يعني كمية الاكسجين اللي فيها شوف الصغيرة كانت ماخذة بلات اكثر ولا ما صارت على الميكانزم اشتغلت اللي هي البلمونري هايبوكسي فارس كونفكشن شوف كل واحدة اخذت على قد احتياجها مال الاكسجين لذلك صار ايفن صار تنظيم صار تساوي بالموضوع تأثير الجاذبية على الانفيوجن هذا لا هذا بعدين المسح انا عدل ولا تذكرها مره ثانيه. شوفوا بابا هذا الكابيلاري اللي فايت بصف الانفيتس وهذا الانفيتس هذا من يحدد انه هذه متوزع مفتوح او مسدود؟ قيمه الضغط اللي عكسه يصير عنده شوف البريشر الموجود هنا نسميه الفيلر بريشر يحاول يضغط على الشريان او الكابيلاري عفوا وعندي كابيلاري هايدروستاتيك بريشر يحاول يفتح اذا شنو؟ اذا هذه مسالتكم كونه مفتوح او مسدود يعتمد على التوازن او الصراع بين هاي القوتين اذا اخذت ديب انسبيريشن مور اير كاتينج هنا لو ليس اير مور اير اذا ايش راح يصير تتوقع؟ يزيد الاكري او الكابيلاري لو يفتح شرف ولا ركز معود ركز لان كنا صيام هذا هسه من اخذت نفس قوي هاي تتوسع اكثر او تتوسع اقل اذا البشر اللي يضرب على الكابيلاري اكثر او اقل اذا ايش راح يصير بالكابيلاري احتمال يزيد لو يبقى مفتوح لو يفتح الزايد احتمال يزيد السكسبتيزيشن لما تاخذ نفس قوي مره تحس النبض مالتك يقل اذا خلي لك على الباص وتركز زين وتاخذ نفس قوي بس ببطء بس قوي راح اشوف الباص مالتك يقل مو بسرعه الفوليوم ما تقل تجربه ثانيه ارجع قلت جماعه الجهاز ضغط اذا عندكم قيس السيستوليك قيس السيستوليك فقط وتوقف على السيستوليك يعني مثلا مو قصدي 120 توقف على 120 وقف للسبجكت خليه ياخذ نفس قوي راح يشوف يختلف الصوت جربوها على هالاساس راح نقسم اللانج الى ثلاث مناطق، المنطقة الأولى بابا، المنطقة الأولى اللي هي الأبيكال منهم شوف نتيجة هذا الصراع الموجود بين الهواء الموجود في الضغط وداخل الفيلس اللي يحاول يسد الشريان بين الدبل بريشر اللي يحاول يفتح الشريان راح نقسم اللانج الى ثلاث مناطق فوق ووسط وجوا من المنطقة الريفرنس بوينت مالت التقسيم مالتي منو الهارت المنطقة الأباط ليفل أوف ذا هارت تسميها زون 1 اللي بالليفل أوف ذا هارت تسميها ميد زون واللي جوا الليفل اوف ذا هارت نسميها زون 3 او اللور زون. فوق ايش يصير؟ تقريبا متساويات يعني البلاد تمشي بس خلينا نقول بالشافعات يعني البريشر الجاي دي سده مال الفيلس تقريبا يساوي البريشر اللي يحاول يفتحه مال الكابيلاري فمشي اموره بس اذا صار نفس قوي او الضغط نزل ضغط الدم اذا نزل او اخذت نفس قوي شو يصير بالكابيلاري؟ ينسد لذلك ما راح يصير فلو بعد هاي المنطقة شو نسميها؟ The zone of no blood flow. ما بيها جريان دم. لذلك الأكسجين اللي فيها شو يصير؟ يعني استفاد منها بالفنتليشن؟
دل سبيس يصير دل سبيس. اوكي المنطقة الثانية لا اختلف الامور لانه انصى شوية تأثير وقريبة على الهارت فالبريشر مالتها ما تدم شوية اعلى لما نعلى الضغط ما تدم ليه يصير؟ كان اكو سرعة بينكم انتم الالفيولار بريشر وبينكم انتم الكابيلار بريشر المنطقة فوق دائما انتم قايسين المنطقة بالنص دول يصيرون اعلى من عندكم بس ستول فيمشي الدم من يصير الدايستول ينزلون اقل من عندكم فتصدرون يسدون الشريان انتبهوا بس ستول يصعد الضغط مالت الكابيلاري فيعبركم فيمشي يفتح الشريان يقدر يمشي الدم بالدايستول شو يصير؟ تقل قيمتهم ينسد الشريان اذا دين فتح قيمة بس ستول ينسد شو ممكن بالدايستول اذا متقطع شو نسميه؟ اريا اوف انتربتر تبلر فلو وصلت؟ صدق والله؟ يا اصحاب مرة انتبه على هاي المنطقة او ليش هاي المنطقة؟ بما يختار واحد منكم يختار هذا الضغط لنا انت اختار انت واحد تاخذ الثاني ضغط خارجي والثالث بدرجة الثانية هسه هذا الفيرست انتم اثنيناتكم مساوي فشنو لازم خلينا نقول بالتراضي ماشي الامور ماكو مشكله بس اذا شويتي زدتي من الزوجه اذا تنفست اقوى هذا راح يزداد واذا تقليت شو تقل اذا صار مثلا هاي بوتنشن من اللي راح يسيطر انت لو هو انت راح تسيطرين اذا شو يصير بهذا يزد لو يفتح اشهر وتفرق مقاتل هندسه مدنيه دوم ويانا شو يصير في بعضه ينزل من ينزل يمشي البلاد ولا يمشي سيستول ولا دايستول اكو بلاد فلو ما اكو بلاد فلو لانه دائما هي الدوميننت الالفيولس على اثر ايش راح نسمي هالمنطقه منطقه شنو عدم الجريان اريا اوف نو بلاد فلو هاي واسطه هسه نزلنا شويه انت قوتك شويه صعدت اقوى بس مو دوميننت انت ليش؟ انت بس ستول هذا اقوى انت اقل فيمشي بلاد بينما بالدايستول يرجع يقل هو فانت الدوميننت السدين هذا فما يمشي بلاد فبس الستول يمشي بالدايستول ماكو شو نسميها؟ متقطعة انت بدك تبدا بالستول واضحه كنت تحت الخطوه واضحه ولا والله عشتي الثالثه المنطقه الاخيره لا بعد هو صاحب ولد عمه بعد عذري يعني صار هو الدوميننت لانه اساسا جو اللغز هسه تبي يا ولد بشر انت كعلى ان يور هيد نوت يور نيك مو تفكير انا ما داعش على تفكيركم هذول اللي ناجحون تتشاقوا وياكم الله باوك هنا البرشر اعلى لو جو البرشر اعلى فتاخذ رادتي برشر بليك اعلى تمام نفس البرنسبل المنطقه اللي جوا الافراد هات البرشر ايش فيها؟ اعلى تمام انت شو راح يصير من الدوميننت دائما كابيلر مسيطر ضغطت هنا بس ما اخذت نفس والكابيلر مسيطر اذا هذه يتقطع بها الدم ليش؟ لما يتقطع لك بس ستول هو اعلى وبالداي ستول هو اعلى. اذا شو نسميها؟ كونتينوس بلاد فلو. اذا ثلاث مناطق صار عندي. منطقه فوق شنو؟ لو بلاد فلو. منطقه بالنص انتربتن والاخير والجو كونتينوس. حلو. اولا المنطقه فوق اللي يعني النو بلاد فلو هذه اللي بس بتجرب ليش يصير بس تصل اعلى بالدلاله. قالت هنا. زين شنو فائدتها؟ فائدتها اذا ردت تركض من اريد تركض الانجكشن اوف بلاد يزداد لو تبلش زين راح تاخذ نفس لو ما تاخذ نفس اقوى انت انتبه لي على الفوق الفوق مثل احتياطي بس دوم الريكفر جاها بلاد من فاتتها بلاد وجاها هو اشتغلت كتبادل غازي كانت ديد سبيس هسه رجعت غاز اكسشينج اذا فادت كلمه بالاكسرسايز كله مخلوق يعني قدر عشتي لك هذه واضحه بابا اخر شيء بس هذا افتح لي اياه بابا وطلع فكره بس هذا افتح لي اياه راح احكيه هسه احنا فهمنا التاثير الجاذبيه على الفنتليشن وفهمنا التاثير الجاذبيه على الفيوجن خلينا نشوف اذا سيناريوهات مختلفه تعرفون احنا حتى يصير جاز اكسشينج لازم عندي فنتليشن او الفنتليتس لازم عندي فيوجن لا توصل الكابيلاريز ما تلفيلس لازم ماشت شورتش في ايدي هذه الفيلس اتوقف عند الاكسجين راح اسوي هاي بوكسي بالاكسجين الاكسجين وين يروح العفو الهواء الدبلاب وين يروح هذه هذه جاها مور بلاك خوش اذا مور بلاك والفنتليشن اقل استفاد شيء لازم ماتشنج زودت الفنتليشن
والبيرفيوجن مازال ما سوى شيء. زودت البيرفيوجن والبنتريشن قليلها ما سوى شيء، لازم تديرهم يزدادوا صور حتى يصير ماتشنج. الفكره وين؟ اول شيء خلينا نتخيل هذا الديزل، انتبه عليه في الوقت ما هذا. اولا تراني كاتب ملاحظه، مش قلت انت العباس علي كاتب ملاحظه هاي ارقام اعتباطيه من يمي والله. باك انا قاعد مخترع خذيت هاي الارقام، انا قاعد اعترف لك هاي الارقام اعتباطيه، ما كل سنه يسالوني ماكو شيء ارقام، لك والله اعتباطيه والعباس اعتباطيه حتى بس توصل الفكره. واذا شايفيني ما يدالك انتظروني، بس يطلع لي واحد يقول لي هذا منين جبت الرقم؟ الكتاب يقول 160. انت اللي فاهم. هذه البيرس وهذا البلاتين فايتيتا، تشوفون هاي المنطقه الزرقاء هذا يمثل البلمونري شنو ارتري لو بين؟ ارتري على شنو يطلع هذا الاحمر عن القلوب. شوفوا بالانسبيريشن الهواء من دا يدخل شنو مكونات الاكسجين الغازات اللي احتاجها؟ كثير احتاجها الاكسجين وثاني اكسيد كربون. خلينا نقول الاكسجين 100 وثاني اكسيد كربون ايش قد؟ صفر. من اتنفس راح يوصلون للنار. يصير تبادل غازي ويطلع بالانسبيريشن يطلع قيمه غاز محدده ما اعرف ايش قد خليت تفهم ايش قد هسه. شوف هذا الدم اللي يدخل هذا ينحسب فينس لو ارتري لو بلاك، هو صح شايله ارتري بس فينس بلاك. فنشوف تركيز الاكسجين دي عالي طبعا مره لو تركيز معناته فاشل البريشر وتركيز ثاني اكسيد كربون كذلك عالي 50 50 حلو؟ من اجى الدم دخل هنا 50 اكسجين و50 كربون دايكسايد، اجى الدم اجى هواء فريش 100 اكسجين وصفر ثاني اكسيد كربون، ايش راح يصير؟ راح يتعادل وياه فيطلع شيل يطلع محمل 100 اكسجين مش قد ثاني اكسيد كربون صفر. اذا انتبهتوا شو صار؟ الدم اللي طلع من الالبيلس ماخذ قيم الغازات مساويه لقيم الغازات اللي استنشقتها اني. هاي واضحه. بينما الاكسبايرد اير ايش راح يطلع محمل بينا؟ قلل الاكسجين وزاد ثاني اكسيد كربون، الاكسجين دخل 100 طلع لي 50. والثاني اكسيد كربون دخل صفر طلع لي ايش قد؟ 50. اذا انتبهتوا الاكسجين والثاني اكسيد كربون قيمهم مساويه لنا ويا الدمعة كبيرة ستة، حتى نلون لهم لونين مختلفين حتى تريد تفكيرات. وصلت هذا؟ هسه خلينا نسوي هذا شو وقت هالحكي موجود؟ اذا كان الفنتيليشن اللي هو الهواء الداخل مساوي للبيرفيوجن اللي هو الدم الواصل. اذا تملعبت بهاي المعادله اريدك انت تستنتج شو يصير. ما اريد انا اقول لك. راح تخربط الميزان. هنا منو اثرنا؟ سجينا البيرفيوجن. منو سيطر؟ الفنتيليشن، الفنتيليشن هسه موجود. من سدينا هذا دي يدخل بلاك او ما يدخل بلاك. زين الهواء من دخل لقى بلاك قدامه اذا من دخل سوى تبادل غازي ايش راح يصير اذا؟ راح يطلع كمان يا ابو زين ما دخل. مثل ما دخل 100 بصفر اوكسجين 100 كربون دايكسيد صفر طلع ايش قد؟ 100 بصفر. اذا شنو صار؟ دخل وطلع بيا منطقه، منطقه ما فيها تبادل غازي. هي صح البيلس هو دخل المسكين بالبيلس بس البيلس نون فانكشنال كلمه ما موجوده. اذا تسوي شنو هسه؟ تعمل سبيس. حلو؟ اذا كقاعده كل ما ينضرب عندي بيرفيوجن يصير عندي تعمل سبيس. فهمناها؟ اذا ضربنا منه ضربنا الفنتليشن. طبعا ذاك البيرفيوجن ضربناه خلينا نقول فد امبولزم. خذ ريزدنت الشرعي. هسه اريد اشوف اذا سديت الفنتليشن. فنتليشن. اصلا الفريش اير مدى يدخل. حلو؟ اجى هذا الفينس بلاك رايح الطريقه يريد يسوي شيء. دخل بالانفينس وانتظر الهواء الجديد اللي يجي ماكو فريش اير. راح يصير تبادل غازي يعطي زياده مال ثاني اكسيد كربون ياخذ فريش اوكسجين جديد يقدر ما يقدر. ما يقدر ويا من التبادل الغازي ماكو هواء منتظر فراح يطلع مثل ما دخل. طب القيم مالته 50 ب 50 طلع 50 ب 50. اذا صار عند الضرب عند الفنتليشن الفنتليشن انضرب والبيرفيوجن هو المسيطر خلينا نقول ايش راح يصير عندي هسه؟ البلاد اللي طلع من اللنج الاتري يعني اذا بديت ايدي وسحبت بلاد من الاتري قيم الغازات مالته تشبه منه؟ يعني انت اذا تحاول تقول لي انه الدم راح بالبين طريقه للنج حتى يسوي تبادل غازي وطلع وما صار تبادل غازي؟ اي ما صار تبادل غازي. يعني انت قصدك تقول لي لا هو ورايح الطريقه فد واحد باقي وحول مساره ما خلاه يفوت على اللانك؟ اي
كانما تم هو رايح لللانك اكو واحد باقر سوى له دايفيرجن حول طريقه ما خلاه يفوت على اللانك كانما هو فايت باللانك بس اللانك كان فانكشنال اذا صار هو المفروض بين يفوت لانك او جاز تشينج يرجع ارضي هسه صار بين ارضي شانت دايفيرجن اذا صار عندي شانت شنو شانت؟ الارتيريال جازز بس الفينس جازز وصلت بابا لازم تفهمها في الولد هذا تطبيق السرير كل شيء يعتمد على فهمك انت بابا حتى محاضرات الجاي حتى لازم تفهم الديد سبيس وين يصير الشانت شنو وصلت بابا تيمز لا هايبر فنتليشن انه تجيب فريش اير اكثر واعمق الهايبر فنتليشن يختلف عن رابط الفنتليشن الهايبر الدف مال دك فهذا شو راح يسوي يغسل ثاني اكسيد كربون لذلك اذا تشوف اذا تجربون حتى لو شويه بنسوي نفس قوي عميق قصدي مرتين ثلاثة أربعة راح تدوخ هاي الدوخة منه سبب هاي يكون سيوتو ما عرف هاي عليكم كل اسمون في ايدك عيني الدم شوية خروج هاي كمان يا شباب ما سنتمرق عليكم شوية بس يلا